متابعينا مشاهدي سهرتنا الراتبة من كل أسبوع ليالي الحقيبة من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، أهلا وسهلا بكم. أمسية دافئة هنية سعيدة نتمناها لكم، ونحن نتنسم الطرب الجميل وأغنيات الأصالة وفن الحقيبة والغناء الشعبي من أم درمان. نتمناها إن شاء الله سهرة ممتعة للجميع وصحبة تكون طيبة برفقة فنانين حيتحفون اليوم وحيسمعون أجمل الكلمات، وحنطرب مع بعض بإذن الله تعالى. حيكون معنا الفنان حمو أنغام، وأيضا كمان الأستاذ الأمين خلف الله هو موجود. ودعوني أبدأ بالدكتور عبد الله حمد، هو حضورا في هذه الأمسية. إذن أهلا وسهلا بكم، دعوة للمتابعة ونتمناها متابعة شيقة وأمسية مختلفة من ليالي الحقيبة. Hey!
الربيع وفات عليك.
يرتع علي
نتواصل مع كل الناس اللي بيتابعنا عبر هذه الليلة المختلفة من ليالي الحقيبة من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. أهلا وسهلا بكم، وسعدنا بالافتتاح الجميل بالفنان الطروب الشاب الدكتور عبد الله حمد. أهلا وسهلا بك، خلينا نتعرف عليه وعلى مسيرته الفنية وإحساس الشباب وإبداع الشباب الكبير والطاقة اللي نحن شفناها اليوم. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم ومرحبا بقناة الشروق في هذه الإطلالة في داخل أروقة اتحاد فن الغناء الشعبي، وأنا سعيد بكم وسعيد بقناة الشروق. دي الإطلالة نمرة 2 اللي معاكم هنا جاي أتكلم معاكم. يا سلام، ده من سعادتنا وألف سلامة لك، أنت شوية بعافية رغم الألغ والجمال اللي احنا شفناه على المسرح. الله يكرمك، طبعا مع تقلبات الأجواء دي في التهابات حايمة كده، لكن ما أثرت على الأداء. خلينا نشوف الغناء الشعبي وغناء الحقيبة بالتحديد وحفظها. أنا دايما بقول الحقيبة لازم تغنى كما هي. والله الحقيبة هي طبعا يعني موجودة في دماء كل شباب أم درمان وكل أبناء السودان اللي بيحبوا فن الحقيبة، لأنه كنا بنتناولها من خلال الراديو في برنامج عوض بابكر حقيبة الفن، وبنتناولها في مراكز الشباب حيث ما كنا، وبنتناولها في الاتحادات هنا حيث ما كنا. فالغنى له يعني وقعه بيعكس الإرث اللي هو نحن ورثناه من الآباء والأجداد، وتواصل الأجيال في حد ذاته بيصل بواسطة الغناء. فأنا بقول لهم الغنى هو أحد أدوات الاتصال الجماهيري. يعطيك العافية. أكيد دكتور عبد الله، لما تجي تغني أغاني حقيبة بتكون حريص إنك تذاكر الأغنية وتتابعها وتصححها وتشوفها وتغنيها بنفس الإحساس، عشان ما تصل للمستمع ده ما بيقدر يستمع لأي فنان بيقدر يغير في اللحن أو في طريقة الأغنية الشعبية أو الحقيبة. غناء الحقيبة أول حاجة ناس اللي كتبوه كله ناس متعلمين، خريجين خلاوي، حفظت قرآن، فبيعكسوا إرثهم اللي هم ورثوه. والغنى هو لسان حال المجتمع في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات. حتى نحن لما نغني غنية بيحصل لنا استذكار واستدعاء لمفردات كثيرة جدا جدا وللحظات عاشوها هم وخلدوها بكتاباتهم دي. نحن بنجي بنستمتع بأنه بنعيش في ذكرياتهم هم، وبنعيش في حاجاتهم بنحاول نقول للحاضر بشكل. عشان كده بنكون حريصين انه نذاكر الاغنيه ونشوف اتكتبت وين واتكتبت في منو ومناسبتها شنو. طبعا اي اغنيه عندها مناسبه وعندها قصه وفي مجاريات، لانه بيحصل استفزاز للبعض يعني بيقوم بيكتب اغنيه يجاري بها اغنيه، بيقوم بيكتب حاجه يخلد بها حاجه برضه، موقف حصل معاه يخلد بها حاجه حصلت معاه، بيحكوها الاجيال. يعني حسي لما انت تيجي تسمعي اي اغنيه يقول لك مثلا دي اتقالت في اليوم الفلاني المناسبه الفلانيه وضعها كان كذا كذا كذا. القصص دائما بتكون جميله وحقيقيه. خلينا نشوف مشاركتك اليوم من خلال اتحاد الغناء الشعبي، وهل حتكون في مشاركات غادمه لدعم الاتحاد؟ والله طبعا يعني احنا قلبا وقالبا مع هذا الاتحاد اللي هو بيحمل هو نواه، قلنا لأنه لوصال الأيال. أنا دائما بقول هذا الاتحاد هو نوال لوصال الأيال، عشان كده عندنا حرص كبير جدا جدا من أنه أن إحنا يعني نكون موجودين ونشارك وننهل من الأساتذة الكبار، أستاذنا كمال ترباس وأستاذنا عوض الكريم عبد الله وبقية العقد من أجلاء الفنانين الكبار، يعني فلهم التحية من هذا المقام. يعني شاكرين ومقدرين لوجودك اليوم ومشاركتك الغنائية. الله يكرمك يا أستاذة، شكرا لك وبارك الله فيك. شكرا الفنان المبدع دكتور عبد الله حمد، ونتواصل من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. تتواصل هذه السهرة الممتعة بوجود المغنيين اللي حيكونوا معانا والفنانين اللي حيطربونا في هذا المساء، وأيضا التحية لكل الأساتذة الكبار اللي موجودين الآن داخل الاتحاد.